لا يرثى لها. الناس ما كتبغيش تنخرط في اتحاد طنجة، الناس ما كتبغيش تزيد. اللي كتقول له اتحاد طنجة كيهرب. تخاف من شكون؟ ما كتخافش من شكون، كتخاف انها توسخ السمعة ديالها، لان اتحاد طنجة كسبت واحد السمعة اللي هي خايبة بزاف. اي واحد كتقول له انخرط معنا سيدي في التسير في اتحاد طنجة جي ولا ديك، يقول لك لا سيدي اعطيني اتساع انا خليني بعيد. علاش؟ لان عارفين بان كل شيء مشاكل. دابا اذا ما بغاش تدفو فيعطينا مشاكل حقيقيه، واش انت عندك، انت عارف ان كاين شي مشاكل في الخفاء، مشاكل شخصيه بين الاشخاص، مشاكل بين السلطه والسلطه المنتخبه، كيفاش تقيم يقدر تقيم؟ كاين صراعات سياسيه ضاحيه اتحاد طنجه والضحيه ديال وفريق اتحاد طنجه المتسنوات. صراعات سياسيه بين من ومن؟ الاحزاب. دابا الاحزاب حيت الصراعات السياسيه كاين في جميع المدن، جميع المدن شي عادي، ما فهمتش شنو الصراعات السياسيه تتجعل فريق اتحاد طنجه سيوسا ما نهضروا كل وضوح. فريق اتحاد طنجه كاين ناس كيتوقوا، واش الناس واش نهضر على اول حاجه التوقيت اللي كاين هو المخارطين. ما كيتسمحش اي واحد يدخل ينخرط الفريق. 10000 10000 درهم، نعطيك واحد كومباريزون. اذا شي نشوف فريق ديبورتيفو لا كورونا احسن بطوله عالميه عندها ثمن خير ب 800 اورو لما يعادل المغربي 9000 درهم. مازال مخارط على برا عاد ولا تحصى. لا ما تفتحش على 10000 درهم، 10000 درهم والثمن المنطقي اللي كتشوف فريق اتحاد طنجه. واخا نهضروا غير على الثمن الخير، 10000 درهم. اسمح لي نرجع لك. اسمح لي نرجع لك. ديبورتيفو لا كورونيا الرئيس ديالها يعني اللي عنده الفرقه ديالو هو اللي ينظروا، عنده حتى علاقه بالخير. هذاك سوسيو تيدخل للتيران ممكن الضغط تقارن لي كان عندهم حق التصويت. سوسيو ريال مدريد ولا برشلونه اللي عندهم ثمن. نعم عندهم حق التصويت، ولكن كاين شحال كاين عندهم؟ 30000 وماخذين حتى 20 ولا 30% من الفريق، تيبقى ليوندرو هو الملك الفريق. يعني هنا من جهه سيد تفوف تيقول لك حتى واحد ما بغا يجي الخارط، الناس خايفين من الصوره ديالهم تبخش باتحاد طنجه. من جهه اخرى تقول لك تقول لي الناس اللي باغيين ينخرطوا تجيبوا لك ينخرطوا. دونك هنا كاين واحد الخطاب متناقض. صراحه كان كيهضر على مسيري، كيهضروا مع رجال الاعمال. ممكن كيهضر على رجال اعمال كبار، الناس اللي مشات واحد اضافه فارغه. انا كنهضر على مخارطين كناس عاديين. بان الفريق بان الفريق متطوق كيف يعقل. واش بان المخارطين كانوا ناس عاديين يقدروا يحلوا مشاكل تحت طنجه؟ شحال 500 الناس كان عندنا حنا 81 مخارط في هذه الساعه اللي كنهضر معك. هاد 81 مخارط ماشي يكون صغير، ماشي تكتوش على هادشي، لان كنجمر معنا السلطه باش نهضروا باش نغيروا باش نهضروا. ولكن القوه اي فريق هو القاعده هما المخارطين. فهمت. دابا بغينا نحسبوا هبطنا الخيارات 1500 درهم وجبنا 500 الناس، تقول واحد نزاهه هي 125 مليون. شو المشكل تحت طنجه الان؟ ماشي مشكل نزاهه، مشكل ديال 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 معلوم ماشي مادي. واش نعرف الفريق يخسر مليار و200 مليون حتى فريق الكوكب مراكشي والفريق اولمبيك خريبكه السنه الماضيه ما خسروش، اللي كانوا كيلعبوا الادوار الطلائعيه في القسم الاول. فريق شباب حسيمان اللي صعد ما خسرش مليار و200 مليون، خسر 700 مليون. فريق شباب قصبت سادله خسر 360 مليون وصعد الى القسم الثاني. حنا فريق اتحاد طنجه كان قاب قوسين نزل الى الى الهواث مليار و200 مليون. وهذا مليار و200 مخصوص يعني من الجميع بان ما شرينا حتى لاعب، ما كنشريو حتى لاعب. لاعبين كيجيبوا الوراق ديالهم ولا الاعاره. هنا علاش كنهضر على المخارط؟ ماشي تكون محاسبه. هنا الناس كيكونوا في مكاتب اتحاد طنجه كيعملوا الاستقالات ديالهم، والاستقاله ديالهم ما كاين لا حاسب ولا رقيب ومحاسبه. نخسر الله مريان ونجي نقدم استقاله ونمشي بحالي. هاد المخارطين ماشي يكون عندهم واحد كيحاسبوا الفارق، كيحاسبوا المكتب. هادشي اللي كنبغي. الفريق اتحاد طنجه ما عندوش ليجان، هادشي اللي كنبغي نهضر. جميع المكاتب اللي دازت اتحاد طنجه ما عندناش حتى لجنه. كاين لجنه وحده نقدر نسميها لجنه وهميه، لجنه تقنيه ما كيكون عندها تضارب. اذا جينا نعملوا واحد مقارنه بين فرق الهوات وفريق اتحاد طنجه، نقدروا نجبروا فرق الهوات عندهم ليجان، معنا لجنه تاديبيه، معنا لجنه تنظيميه، معنا لجنه تشبان، معنا لجنه تقنيه. يقدر يكون هادشي، يقدر يثبتوا لي بالكلام ديال يكون حبر على ورق. يمكن تفضل اسيدي. من ناحية ديال اللجان بالفعل راه كاين لجان، هاد اللجان هادي واش كتشتغل ولا لا كيبقى هذا كلام اخر. من ناحية ديال الكلام اللي جاب السي بسام كيقول لك اودي نعملوا المنخرطين وناس عاديين، اسيدي مرحبا، ولكن هنا كاين تناقض في الكلام ديالو. دابا عاد قال لك اودي اللي بغى يدخل يسير خصو يقول لنا شنو عاد يعطي، شنو الاضافة اللي عاد يزيد. هذا ماشي هذه حيثيات، ما خصناش يكون عنده المال باش يخسر. لا تناقض في الكلام اللي قلنا. لا تنبان لي واحد التناقض، ولكن الله يحسن العوان.
انت دويتي كجمهور دويتي بالقلب اكثر من العقل في القضيه ديال المنخرط، لان الاتحاد طنجة فلوس، وحنا كنتقولوا بان الكره في الساعه ماشي نرميو الفلوس وصافي، سي العقلاني خصو يكون. انا غادي ندخل الاتحاد طنجة راه جبرت اكثر من 40 لاعب، واش كاين شي فريق في شي قسم وطني ثاني عنده اكثر من 40 لاعب؟ حنا جبرنا اكثر من 40 لاعب، ما كنعرفوش كل فين هما اللعابه ديالنا. 40 حتى هي ما تعقل. اش درتي؟ اش درنا؟ وعملنا جوج ديال الفرق. عملنا جوج ديال الفرق، عملنا ا وبي باش نقدروا نضبطوا المساله في العام. ومن بعد فسختي العقد ديال بعد فسخنا العقد. دابا شحال عندكم لاعب؟ دابا لا دابا كتحد تسمينا جامعات تكون عندنا 24 عقد هما اللي عندنا. 24 عقد هما اللي عندنا، والحمد لله ماشي الامور مزيانه. غادي نزيدوا نعزوا الفريق بعض اللاعبين، لان فسخنا حتى العقود. الخطاب ما فهمتوش اسيدي، قبيله قلت لي ما عنديش حتى باش غدا خصني باش يمشيو الكادي والجونيور الفاس ولا باش ليكيب بروميير تكونسونطرا في طنجه باش تلعب مباراه بويو جديد، ما عنديش فلوس. كيفاش دير تعز الفريق وانت ما عندكش؟ عندنا وعود. مع من؟ عندنا وعود من عند السلطات ديال المدينه ومن عند الوالي. عندنا وعود من عند الوالي، عندنا وعود من عند العمده بان في شهر واحد غادي يتحل هذا المشكل المادي. حنا كنامنوا بهذه الوعود هذه، على داك الشيء قررنا باش نعزوا الفريق ديالنا بواحد المجموعه ديال الاسماء وزينه اللي يعطي واحد اضافه نوعيه. ومن ناحيه اللي قال السي بسام ديال اللعابه اللي عندنا كيجيو بالوراق ديالهم كيمشيو بالوراق ديالهم كنخسروا واحد المجموعه كبيره ديال المال، من ناحيه الا كنتبع البرنامج اللي اقترحته انا واللي ماشي به واخا بالميزانيه اللي كنخسرها من عندي انا، فالعام اللي ماشي ان شاء الله ما غادي يكونش عندنا المصاريف بحال هذا العام هذا. علاش؟ لان كاع العقود اللي عندنا اللي هما واحد العقود ديال عامين ثلاث سنين، عامين ثلاث سنين، شحال ديال اتحاد طنجه كتعمل العقود غير ديال سنه او ديال ست شهور، هذا هو اللي كان كيكلف اتحاد طنجه. اما دابا حاليا العقود كاملين عندنا ديال عامين. اتحاد طنجه خصها تجيب 20 لاعب خارج طنجه، علاش ما عمر اتحاد طنجه رغم ان دوزات مديرين تقنيين خصوصا سي الرئيس ما عمرها فكرت تصنع لاعبين ديالها، علما ان بعض اللاعبين موهوبين ديال طنجه تيلعبوا في فرق اخرى. اسمح لي ولكن ما نحملوش المسؤوليه عن سي الرئيس. لا 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 بالعكس ما قلت حاجه عن سي الرئيس. غير كان انا قلت دازوا ادارات تقنيه ما اتحاد طنجه عنده بنيه تحتيه، عنده مركز للتكوين، عنده مركز ديال التكوين ما خدامش. ما خدامش عنده ولا مركز الايواء. مركز الايواء ولا مركز الايواء ما بقاش مركز التكوين، لان في خدام لان ما ولاش مركز ايواء باقي مسدود. باقي كاين مركز، عندكم مركز اخر الايواء. ما عندنا مركز الايواء يعني عندكم يعني كاين جميع داكشي اللي خاص باش اتحاد طنجه تكون على الاقل تكون عندها مكونه واحد 10 لعيبه 10 لاعبين من مدينه طنجه ومن المنطقه 24 على الاقل. انا لست ضد اللاعب خارج المدينه ولست ضد اللاعب ديال المدينه، ولكن على الاقل تكون عندك واحد التكوين ديال النص ديال اللاعبين مكونين في الفريق تسهل عليك القضيه. دابا اتحاد طنجه كل سنه تجيب 20 30 لاعب، علاش؟ سي اسامه عندنا موظفين ديال مركز الايواء اللي شهر اربعه باقي ما تخلصوش، ما شدوش الصراحه. انا اللي ما فهمتش ما يمكنش هادو شهر اربعه تخلصوا وغدا باغي تجيب دوت الزوج. ولكن غير اسمح لي دابا شنو الاستفاده تجيب لاعبين اخرين باش تلعب على الصعود وعندك الناس المركز ايوا مركز شهر اربعه؟ السي اسامه عندنا وعود بان في الاسبوع الاول ديال شهر واحد غادي تحل المشكل المادي ديال اتحاد طنجه، فاحنا كنامنين بهذ الوعود هادو وكنتسناو انهم يتنفذوا. نشوف الناحيه ديال اسمح لي الله يجازيك بخير، من الناحيه ديال اتحاد طنجه علاش ما كتلعبش اللاعبين المحليين؟ اتحاد طنجه كتكون ضحيه ديال المدرب، ملي كيجي المدرب كيقول لك لا هذا ما عجبنيش وهذا ما عجبنيش وهذا ما عجبنيش، وعندي حالات اللي غير في هذا العام هذا ها هو ملي كان السي الحانوني قال لي اودي بان السي حسن الدكالي خصني نجري عليه ما صالحش، السي الغبيه خصني نجري عليه ما صالحش، كاين هادشي هذا السي بسام ولا لا؟ كيف جاك السي حسن الدكالي واش مزيان ولا لا؟ ممتاز ولاعب الشاب هاي هادي وابن المدينه. نشوفوا التحطاج عبر التاريخ الدوري الوطني باش نبان بان المشاكل كاينه منذ زمان بعيد. نشوفوا اتحاد طنجه والدوري الوطني عبر التاريخ. اتحاد طنجه في 82 83 تاسست بعد دمج او اندماج العديد من الانديه ديال طنجه بينها النهضه انذاك، 86 87 الصعود لاول مره لدوري الدرجه الاولى، 89 90 الفريق سيحصل على لقب وصيف البطل، 94 95 الفريق سيبقى في القسم الاول بعد فوزه في كاس العالم الترتيب الرياضي لينزل بعد ذلك اول مره في 95 96 لاول مره دوري الدرجه الثانيه، ولكن يعود بعد سنه عوده سريعه مع المدرب محي الدين خالف انذاك بقيت عاقل عليه، 98 99 نزول مره اخرى والعوده بعد سنتين المره 2000 2001 وثالث نزول اتحاد طنجه في 2006 2007 الى اليوم.
اتحاد طنجة بعد ذلك في كأس العرش منافسة كأس العرش عبر تاريخه الكروي منذ 82-83 تنطلب من المخرج يعطيني اتحاد طنجة وكأس العرش باش مرة ندوزو الحصيلة ديال الفريق منذ أن تأسس هذه 27 سنة في انتظار انتهاء البطولة. يعني اتحاد طنجة من غير موسم 89-90 اللي كان رفقة عبد السلام الأربعين كان وصل اتحاد طنجة مرتين لنصف كأس العرش وخرج يعني صدفة جات يخرج مرتين على يد أولمبيك خيبكا لا في 94-95 لا في 2005-2006 اللي كان لعب فيها آخر نصف نهائي كأس العرش. يعني هذه 4 سنوات سنة قبل النزول ديالو. يعني اتحاد طنجة منذ 27 سنة الحصيلة ديالو من تنظن هزيلة بالمقارنة مع المستوى المدينة. ايوا على الحساب هذا ما خصناش نحملوا المسؤولية للمسيرين لأن ما يمكنش في ظرف ديال 27 سنة طنجة ما تزاد فيها حتى شي مسير. لا لا إذا أنا ما حملت المسؤولية حتى واحد ما قلت حتى حاجة. أنا بغيت الحلول باش نشوف اتحاد طنجة راجعة واضحة على بعد شهر من افتتاح او شهر ونصف من افتتاح المركب الجديد في طنجه اللي هو على حسب بزاف ديال الناس غيكون احسن مركب في المغرب. معلمه غيكون احسن مركب في المغرب. يعني على الاقل لك المركب يستحق فريقا في مستوى قزبه الاول. سي اسامه انا اللي في العديد من المناسبات اكدت عليه هو اننا حنا مستعدين للمحاسبه ومستعدين نعطيو تقارير ديال النشاط اسبوعيا ديال الفروق ديالنا كاملين لا المينيم ولا الكادي ولا الجونيور ولا الفريق الكبير. حنا مستعدين كذلك للمحاسبه بالتقارير الماليه ولو كل شهر كاع. حنا ما تسناوش يجي الجامع العام ونقول اسيدي شنو صرفنا وشنو عملنا ولكن خصو يتعطانا باش نتحاسبوا. ما يمكنش ما يتعطانا والو ونتحاسبوا. من ناحيه ديال 100 مليار و200 اللي كانت في الميزانيه السنه الماضيه عندنا سيدي مليون ديال امنديس عندنا مليون ديال الدراهم واحد اخر ديال لوينديا عندنا مليون و100 ديال المنحه ديال الجماعات المحليه عندنا 500000 درهم ديال الجهه وعندنا تبقيه اخر بعد الناس اللي كانوا عطاو انا ذاك الفلوس والكماله كاين اللي كملتها انا كاين اللي كملها بعض الاخوان. وديجا 3.6 مليون قاره. لا 3.6 مليون قاره كيبقى المشكل ديال 3.6 مليون هي كتجي معطله كتجي تن شهر 3 تساعد في الشهر ديال مارس ما كيبقى لكش الوقت فين تقاد المسائل ديالك. 3.6 مليون الا كتجي بصفه منظمه كيجي في الاول مع البدايه ديال الموسم 1 مليون ديال الدرهم ومع النهايه ديال لالي 1 مليون اخر ديال الدرهم وفي الاخر ديك 1.6 مليون اللي بقات كتكون كتساعد بكثير. لا 3.6 مليون بدون منحه الجامعه. بدون منحه ديال الجامعه. 800000 درهم السنه الماضيه. 800000 درهم. 4.4 مليون. اياه بالفعل. يعني 4.4 مليون قاره يعني بزاف فيها خصوصا الاول ما عندهمش. ولكن اسمح لي. باش اي لا متفق معك. حسب على الحساب ديالك تناقشوا. سي اسامه انا مني شبرت اتحاد طنجه في شهر فبراير. انا لا اتكلم على الحصيله ديالك. لا انا اليوم انا اليوم سي دفوف استقبل اتحاد طنجه. باش نحاول نفهموا معايا الجمهور الكاري ومعايا جميع الفاعلين لا السياسيين ولا الرياضيين ديال البلاد شنو هو المشكل ديال اتحاد طنجه. لان يعني الناس ما بقاوش فاهمين شنو واقع اتحاد طنجه. انا لا احاسبك نهائيا. لا لا المشكل اللي كاين في اتحاد طنجه هو ان الدعم المادي اللي كيجي هو دعم مهم وانما خصو واحد التنظيم ديال ذاك الدعم هذاك. فيغ ما كيبدا الفريق في الاول ديال البطوله كيبدا بواحد الرصيد ديال صفر. الكراسي ديال الصفر ما كيسمحلوش انه يزيد مزيان. فاضل ما تعطي 7 مليون للفريق تسلف 3.6 مليون ولا 4.4 مليون اللي قاره اللي سو وتردها وتقلب على مستشارين اخرين وتكبر المداخل ديال الملعب. الملعب تنظن دابا في المستقبل القريب سونارجي الشركه الجديده نعم. لبناء وتدبير المنشات الرياضيه يمكن تدخل تشارك معاك باش على الاقل تربح معاها 1 مليون ل1.5 مليون ديال الدرهم ديال الملعب سنويا تتصدق في 6-7 مليون. تنظن الفريق طنجة ينظم وتهيكل بالطريقه اللي خصو يتهيكل بها وما فكرش في الصعود العام الاول فكر في الهيكله اقرب من الصعود وهيكله راسه واحد العام ولا عامين يجي الصعود ويجي الهيكله ويجي الاستقرار المادي اللي يقدر. يعني دابا حتى لي ديبا كي ديفو ديبا شاك اني يعني تجيب 40 جوار تصيفط 40 جوار تديروا اضراب تمشي هذا تجيبوا 20 جوار خرج تبقوا لعبين الطلوع مثلا توصلوا للطلوع
لا الهيكلة لا التكوين. هذا هو المشكل ديال اتحاد طنجة. هو هذا. اش تلاحظ دابا؟ فلو كيجي المدرب كيقول لك اسيدي لا هذا ما صالحش هذا ما صالحش واخا يكون هو صالح ولد المدينه يلقى بعينه رخيص. فلو ما كنت قبل ما توقع معاه تقول له هذا ليفيكتيف اللي عندي. شوف انا مأمن انا اسمح لي انا مأمن بالفكره ان اتحاد طنجة فريق كبير وعنده مستقبل كبير ويقدر يزيد القدام ولكن خصو واحد شويه ديال الهيكله. لا تهيكل الفريق ديال اتحاد طنجة. الهيكله غاتلا ديرها. ايوا حنا ماشي فيها ما يمكنش تجي كلشي في دقه راه ما كتجي في دقه غير لا واش ماشي فيها لان على حسب هذه السنه على حسب السنه وبدون ان احاسبك اسيد طفوف فكرت اكثر في ايام الاحد وفي تدبير النتائج الانيه مع كل اسف ما عطاش حتى المفعوليه لان الفريق عنده 15 نقطه بعد 14 دوره فنفكوا في الهيكله ولكن الا جينا نشوفوا الفرق بين 15 نقطه ما بين الاول وبين الاخر راه ما كاينش فرق كبير البطوله ديالنا هي هيداك الا جينا نشوفوا الناحيه ديال ما كاينش فرق ديال 9 نقط كنظن لا كثر اسمنا عندنا 29 و 12 الفرق 29 هذاك 15 14 الناحيه ديال النقطة اللي كنا كنتكلموا عليها ديال الهيكلة حنايا قايمين بالواجب ديالنا من ناحية ديال الهيكلة غير هادشي هذا كيطلب وقت راه ما يمكنش نحلوا المشكل راجع عندك نشوف شفنا هيكلة فين وصلت الهيكلة عندك هاد العالم علما ان المكتب المسير النص فيه ولا اكثر من النص فيه ما عجبكش شنو التدخل ديالك من ناحية سي أسامة انا التدخل ديالي هضرت على 27 سنة لاتحاد طنجة ما كاين انجازات نرجعوا الكلام الاول اللي قلتوا بان جميع المكاتب كدوز ما عندهاش مخططات هل يعقل ثاني قوة اقتصادي في المغرب كيعيش في الحاله المزريه بان في مدينه طنجه عندها ثلاثه المناطق الصناعيه انا منطقه حره اللي فيها شركات عالميه هادشي اللي كنبغي نقول وعندي واحد السؤال ماشي نوجهه لسعاده الرئيس هو علاش كنعتمدوا على منحه مجلس المدينه مجلس الجزيره امانديز المحتضن الرسمي للفريق المكتب الوطني للمطارات كانت السي عادل كرجل اعمال وشاب وجون علاش ما بغينا ديك الشيء اللي قريتي في الماركتينغ واش نطبقوا وطنجه كاين واحد الماده خام فيها طنجه فيها واحد الماده خام شركه كبرى واذا كان يعلم جميع المشاهدين الكرام بان كاين هنا في مدينه طنجه كاين شركات كبيره كتدعم فورو خارج طنجه شركه الملاحه كتدعم الملاحه البحريه كتدعم فريق داخل التراب الوطني كاين شركه عملاقه في البورش ديد كتدعم فريق الدار البيضاء علاش حنا ما نستغلوش هادشي حنا عندنا واحد الماده خام اللي كاينه في طنجه واللي كيحسدوا لنا عليها الكثير والكثير علاش ما نعملوش واحد لجنه فيها شبان عندهم ايجاز ماركتينغ وتكون عندهم واحد بورسونتاج ماشي عايش كيف هيكله ونرجع للهيكله ونقول السيد طفوف هل الان تظن ان اتحاد طنجه دفتر التحملات اللي تفرضه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ابتداء من يونيو 2011 واش اتحاد طنجه سيستجيب الى دفتر التحملات؟ معلوم سيستجيب معلوم يعني اتحاد طنجه الان عندها مدير اداري عندها فلسفه تكوين عندها بنيه تحتيه عندها مدير مالي عندها دي بروسيدور يعني عندها طرق ديال التدبير فيها الحكامه يعني شنو اللي فين وصلت اتحاد طنجة من ناحيه دفتر التحملات اللي خصها تستجيب له في يونيو 2011 من ناحيه ديال دفتر التحملات اللي خصها تستجيب له في اتحاد طنجة قادره انها تستجيب له ما عندها حتى شي مشكل من هذه الناحيه كيبقى المشكل اللي تكلم عليه السي بسام ديال خلق واحد اللجنه او لجينه من الشباب اللي تبحث على مستشارين فريق اتحاد طنجه اللي بغيت نقول له سبق لانني قلت له في واحد الفرصه اخرى هو ان حتى شي حاجه ما كتجي بالزربه حنايا كمسير ديال اتحاد طنجه باقي كنحاولوا المشاكل اللي ورثناها ما يمكنش نحلوا هذه المشاكل هذه بالزربه ما يمكنش نهار اللي دخلنا على اتحاد طنجه جبرنا 40 لاعب باقي حد الساعه من ديك 40 ديال اللعابه باقي حد الساعه بعد منهم كيطلبوا المستحقات ديالهم باقي بعد منهم كيجيو عليه حتى للدار فما يمكنش اننا نحلوا هذه المشاكل هذه بالزربه ونرجعوا اتحاد طنجه بالصوره كيف ما بغيناها احنا حنا ماشي في هذا الفن واش اللجنه كافيه باش تجيب الماده علما ان الصوره بحال اللي قلتي انت صوره سيئه الهيكله مازال ما وصلتيلاش ما عندكش فلسفه التكوين لحد الان لا فلسفه التكوين كاينه اسمح لي فلسفه ديال الفلسفه ديال التكوين راه هي كاينه المشكل اللي كاين هو ان الموارد الماليه
باش نخدموا هذه الفلسفه ديال التكوين ما عندناش. عندنا مركز التكوين اللي هو احسن مراكز التكوين اللي كاينه في المغرب ولكن ما خدامش. علاش؟ لان ما عندناش الموارد باش نخدموا هذا المركز هذا. ما يمكنش حنا ناخذوا الدراري اللي باقي صغار في العمر ديالهم 12 عام او 14 عام ونجلسوهم في واحد المركز حنا ما جبرناش ما نعطيو حتى اللعابه الكبار. فهادو هما المشاكل اللي كيجعلونا اننا ما زيدوش قدام في هذه الفلسفه ديال التكوين. من الناحيه ديال التكوين اسمح لي نكمل. من الناحيه ديال التكوين راه عندنا المدير التقني حاليا اللي هو سي نور الدين عريض اللي معروف بالكفاءات ديالو واللي عنده واحد البرنامج ديال العمل وعنده واحد استراتيجيه ديال العمل واللي يمكن لا سي بسام ولا اي واحد بغى يعرف البرنامج ديال المدير التقني هو المدير القريب وعلى المدى المتوسط والبعيد. ولي سطرناه معاه في العقد ديالو. العقد ديالو شحال كيتراوح؟ المده ديالو هي 3 سنين. واش كتظن السي هادي بان المدير التقني ماشي يكون عنده واحد الاستقرار غير على المدربين اللي ما استقروش غير على اللاعبين، المدير التقني تكون عنده واحد الاستقراريه بلاد حنا التجارب السابقه؟ انا مآمن حاليا بان غادي يكون عندنا استقرار لا في المدربين ولا في المدير التقني. يعني السي الرئيس كيفما كانت النتائج يبقى حتى الى ما اخر كيفما كانت النتائج غادي يبقى، واخا يجعل ان الفريق ما يطلعش القسم الوطني الاول وكنتحمل الكلام المسؤوليه ديال الكلام ديالي غادي يبقى السي الرئيس. وشنو هي الفكره اللي عندك في هذه الايام المقبله من ناحيه المكتب والناس اللي ما عاجبكش في المكتب؟ لا انا ما قلتش، انا بغيت نصلح لك قبيلتي، انا ما قلتش الناس ما عاجبنيش في المكتب. ما قلتش انا قلت بان كاين ناس اللي هما قدامين في المكتب خصنا نعطيو فرصه للناس جدادين يدخلوا. حنا اي واحد قادر يفيدنا بشي فكره مرحبا به، حنا ما عندناش ذباب على حتى شي واحد. هذه هي الفكره اللي قلت قبيلتي، ماشي انه ما عاجبنيش. ما عاجبنيش انا الاتحاد ماشي ديالي، مش عجبني ولا ما عجبنيش. هذيك لا تخدم معاه. لا حنا كنقولوا بان انا واحد السيد كنامن بالسياسه ديال التجديد. خصنا نفتحوا المجال. نحسبوا السيد تفوف بان الوعود كلها ديال يناير كانت وعود خاطئه، شنو دير؟ كانت وعود خاطئه. هذيك الساعه غادي ننزل في السورتات وغنمشي بحالي. ماشي بحالك. دونك يعني مستقبل اتحاد طنجه المستقبل القريب يعني سي اسامه ما كنظنش ان الوعود اللي عندنا في شهر يناير ما تكملش نظرا للعنايه اللي كيعطي صاحب الجلاله اولا للمدينه وثانيا للملعب الكبير اللي بحال اللي قلتوا فهو غادي يكون من احسن المركبات الرياضيه اللي كاين على التراب الوطني. راه غادي يفتح في 5 واقيلا في 5 فيفري. فما كنظنش تسعد فما كنظنش ان المسؤولين ولا اي واحد يتلاعب بهذه القضيه هذه. ولكن واش المسؤولين يعطيو الفلوس باش تكمل السنه ولا بغير الفلوس باش تكمل السنه يعطيو الفلوس باش تكون مشاريع ديال واحد لو ديفلوبمون ديورابل ديال واحد شوف واحد التنميه مستدامه. شوف حنا حاليا خدامين على واحد البرنامج ديال العمل اللي عاملين فيه بان اتحاد طنجه خاصها تصعد القسم الوطني الاول في هذه السنه هذه. وكذلك ومثال عاملين واحد البرنامج اللي ما خصناش نطلعوا نهبطوا، خصنا نطلعوا نبقاو في القسم الوطني الاول وخصنا نلعبوا على الارقام. ولكن هذا الشيء هذا ما يمكن يكون الا واحد الاستراتيجيه اللي تكون معقلنه وتسير خصو يكون كذلك معقلا. على داك الشيء حنايا اجتمعنا مع المسؤولين ديال المدينه وطرحنا هذه الفكره هذه وطرحنا واحد البرنامج واللي حنايا عاد نبداو نفذوا ان شاء الله. دابا الكتاب عنده برنامج السي بسام. حنا ماشي كنقولوا بان عارف الواقع البرنامج. حنا كنلمسوا بان السي هادي تفوق بان الشاب اول حاجه كنلمسوا عنده واحد الرغبه صغير هذه ما نكروهاش، ولكن جا تورط الاخطاء السابقه المكاسب السابقه كنتمناو لان اخطاء السابقه قال بان اللاعبين كيف جاب اللاعبين ما مخلصينش ازمه ماديه كما شنقول بان تغيير المدربين في العديد استاذ المدربين كنتمنى من الاخطاء اللي ضرر منهم يستافد منهم. وبان اللي كنبغي نركز عليه في الكلام ديالي هو يطبق ديك الشيء اللي كيخدموا في خارج فريق اتحاد طنجه كالاعمال ديالو الحره يطبقون في اتحاد طنجه بان احنا مقبلين الا الفرق ماشي تحول الى شركات ونطبقوا ديك الشيء وتكون عندنا ان شاء الله واحد لجنه شباب عندهم اجازات يقدروا يكونوا في الماركتينغ وهذوك الطاقات ديالهم يفجروها في فريق اتحاد طنجه ويقدروا نمشيو بها لقدام. ديك الشيء ما نبقاوش نعتمدوا احنا على مجلس الجهه ولا على الميناح ولا شي حاجه. احنا خصنا الرئيس يجيب واحد الدور ديالو حتى هو يجي ماشي هذوك الحلول. احنا دابا كنهضروا كنرجعوا للكلام ديالنا حلول ترقيعيه. احنا كنطلبوا من يكون عنده واحد المجهود ذاتي ديالو عملي هو يكونوا يعطي واحد
اضافه لفريق اتحاد طنجه، واخا اذا مشى في حارس السعدي بفوف يخلي واحد شي حاجه ديرو فريق اتحاد طنجه، اتفاقيه شي اتفاقيه مع شركه كبرى، شي اتفاقيه مع فريق عالمي، يخلي واحد الطابع ديرو فريق اتحاد طنجه. ولكن اسمح لي اسمح لي سي اسامه، هذه المساله ديال اتحاد طنجه او اي نادي من النوادي اللي كيلعب في القسم الوطني الاول ولا الثاني، حتى شي واحد فيهم يقدر يستغنى على المنح اللي كيتعطاهم من المجالس المنتخبه، لان هذا ماشي ماشي غنكون نركزوا عليه دائما، هادشي اللي كنبغي نقول، ماشي دائما نقولوا شهر ثلاثه ولا شهر واحد. السي بسام، راه المنحه اللي كانت تعطينا لوندي على ست شهور راه كتعطيها لنا لان سيدنا الحسن الثاني رحمه الله كان بعث رساله انا ذاك لوندي باش لوندي عطاتنا ديك مليون ديال الدرهم وبقات كتعطيه لولا كان ابن طنجه سي البير انا ذاك، حتى المدير العام اللي كان انا ذاك ابن طنجه. ولكن النتيجه، ولكن علاش كتعطيوها دابا؟ هي باقي كيعطيوها، ولكن علاش تسوق كتعطيوها على حساب الرساله الملكيه ماشي على حساب السيدي بيز انا ذاك كان من طنجه. وكيف ما كتعرفوا راه كاع المستشهرين راه كيبغيو شي شويه جديد اللي يتكلم معاهم واللي يهضر معاهم. حنا ملي كندقوا الباب ديال اي شركه كتقول له اتحاد طنجه راه لا استقبلك غير حيت كيعرفك وصافي. كيفاش السيد تفوف هذه المشاكل كلها الماديه اتحاد طنجه الفريق الاول المدينه حاليا، وكاين هناك من احيا نهضه طنجه، يعني واش يعني غريبه في هذا الوقت اللي فيه المشاكل الماديه في طنجه نخلق فريقا اخر بمسيرين القدامى ديال اتحاد طنجه؟ واش كاين مشكل ديال التسيير شخصي ولا مدينه طنجه؟ يعني مدينه فوارق غريبه. مشكل ديال التسيير شخصي شنو بغيتي تقصدوا؟ يعني الناس مشاو من اتحاد طنجه وبغاو يمشيو عاوتاني يسيروا في فرق اخرى احياء، يعني وراك معطيها لهم فرصه في اتحاد طنجه. لا كيفاش جاتك القضيه؟ انت اليوم تتعيش مشاكل انيه، مشاكل موضوعيه، مشاكل جوهريه ديال الماده في اتحاد طنجه، تتخلق لك في نفس الوقت فريق اخر اللي تتحيا اللي هو اتحاد طنجه. هذا السؤال هذا وكيل خصنا نطرحه. لا شنو القراءه ديالك انت عليه كرئيس جي ابي كمنذ 10 اشهر؟ انا في الصراحه ما فهمتش بزاف هذا الموضوع ديال نهضه طنجه، نظرا لان كاع المسؤولين اللي كانوا في المكتب ديال اتحاد طنجه هما اللي كاينين دابا حاليا في نهضه طنجه. احنا ما كرهناش في الصراحه تكون واحد المجموعه ديال الفرق في القسم الوطني في البطوله المغربيه كتلعب من طنجه، غير وكان الظرفيه ما فهمناهاش. واش كاين شي مشجعين محبين بقى عندهم بقاو الناس كبار ولا مع عند ولادهم بقاو تيبغيو نهضة طنجة وبغاو يحيوا نهضة طنجة ما مقدوش يبغيو اتحاد طنجة؟ لان بصراحة ما فهمتش انا جمهور اتحاد طنجة بكل صراحة، جمهور طنجاوي كيبغي فريق اتحاد طنجة زرقاء وبيضاء بعد ما فهم كنعرفوا حنا كانت نهضة زرقاء وبيضاء في القرى كانت خضراء وقيلة ولا شي حاجة حنا ما كنعرفوش. حنا خلقنا جبرنا فريق اتحاد طنجة كيف خلقنا جبرنا زرقاء وبيضاء، حنا ما عرفناش الابواق اللي رجعت في الساعة كلشي كيهضر على نهضة طنجة وفريق في الهوات قسم ثالث، وكاملين الناس كانوا كما قال راس كانوا كاملين في فريق اتحاد طنجة السجل ديالو. حنا كنعرف فريق اتحاد طنجة يقدر اعتبرنا بحال اي فريق اللي كيخلق اي سنة من فروق الاحياء فريق عادي ما انا شي تجي ديرها هي عليه واش. اخر كلمة سي تفوف شنو الميساج اللي تقول للناس ديال طنجة؟ واش كاين شي امل؟ يعني بكل صراحة عرفت كلك امل وكلك حيوية، ولكن ما يعني الحلول لم تقنعني انا، وتنطلب على الله يكون غلط، تنطلب على الله يكون غلط، تنطلب على الله في تاريخ العام جبر اتحاد طنجة فريق ممنهاج، فريق كبير، فريق مسير بطريقة عقلانية. انا الميساج الاخراني اللي عندي هو ان خصنا نعاونوا هذا الفريق هذا، لان هذا الفريق هذا راه كيمثل بحال اللي قلت لك المدينه ديال اكثر من مليون ديال الساكنه، هذه المدينه اللي كتعرف مشاريع كبرى تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله، والقطاع ديال الرياضه بصفه عامه خصنا نعاونوه، ماشي غير بالضبط كره القدم وانما كاع الفروع الرياضيه خصها تعاون. شكرا سي تفوف، شكرا سي بسام تفضل. رساله ماشي شكرا للنيابه عن الجمهور الطنجاوي، هي بكل صراحه سي اسامه ما بقينا حنا كجمهور ما بقينا كنثيقوا في حتى واحد، لا مسيرين لا مجلس منتخبه لا السلطه المحليه، نداء واحد هذه السنه اللي كنا جميع المنابر الاعلاميه وكنطلبوا من صاحب الجلاله الملك محمد السادس والرياضي الاول في المغرب شي توصيه الملكيه الفريق اتحاد طنجه، وتتبعوا الخطوات ديالي ان شاء الله. شكرا سي بسام، يوم الاثنين سنعود للتحكيم وللحالات التحكيميه للدور 14، والاسبوع المقبل سنستقبل كذلك فريق شباب قسم التادله الذي يعيش محن كبيره في القسم الاول، وكذلك فريق الكوكب المراكشي الذي يعيش نفس المشاكل. ابتداء من يناير سنحاول استقبال كل فرق، نبدا بالقسم الاول
ثم بعد ذلك خصوصا الثاني ذلك حيث تستمر الاسئله ويستمر النقاش ويستمر مستودع اللقاء.